بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ نتكلم في الفيديو ده بقى عن السيليا والفلاجيلا اللي هم تبع النوميمبرينس اورجانيلز. طيب ايه هي السيليا دي بقى اللي هنبدأ بيها؟ السيليا بالعربي هي الاهداب، وديت عبارة عن بعض الزوائد او الشعيرات اللي بتبقى خارجة من الخلية كده، ومسؤولة عن ان هي تحرك حاجة معينة على سطح الخلية. بتظهر مثلا بالشكل ده كده، اللي هو يعني مثلا بتلاقي الخلايا تحت هنا، بتلاقي الخلايا تحت هنا كده وخارج منها السيليا. طبعا متبقاش بالطول دوت، دي الصورة مكبرة شوية، ولكن يعني هي بتبقى خارجة كده ومسؤولة بقى ان هي ايه تحرك اي حاجة، تروح يمين شمال. مثلا لو في بويضة هنا مثلا كده، فتلاقي هي عمالة تتحرك كده، فتدفع البويضة في قناة ثالوب من ناحية المبيض توديها من ناحية الرحم. تبقى موجودة مثلا في الزور عندنا أو في الريسبيراتوري تراكت اللي هي القناة التنفسية، علشان لو أنا بلعت حبة رزوع مثلا أثناء الأكل أو أي حاجة غريبة دخلت الريسبيراتوري تراكت عندي، فيبدأ يشتغل ميكانيزم الكحة اللي هو بقعد أكح، فالسيليا دي بتتحرك لبره كده فتقوم تطرد أي حاجة بره. فرضا مثلا ان الخلايا اللي في الريسبيراتوري تراكت دي بتبدا تفرز ميوكس اللي هو المخاط، علشان ترطب الممرات التنفسيه، علشان تنقي الهواء، علشان لو في اي حاجه غريبه دخلت تلزق فيها. فالسيليا دي بتبدا تتحرك كده علشان تفرد الميوكس دوت ويبقى متوزع بشكل متساوي. فرضا مثلا انت عندك بلغم، البلغم بيبقى موجود هنا، بتبدا تكح شويه، كح 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 لحد ما تطلع البلغم دوت. الكحه ديت بتبقى السيليا ديت عماله تتحرك ناحيه بره كده علشان تروح جاي مخرجه لي الميوكوس دوت او البلغم دوت، ونبدا نطرده. فهي ديت كده السيليا. السيليا بيقول لك زي ار elongated motile structures، تمام، حاجات طويله كده مطوله. motile structures يعني تراكيب بتتحرك. forming outgrowths of the free cell surface، forming ايه؟ outgrowths يعني حاجات طالعه بره سطح الخليه، ماشي، of the free cell surface. لازم يكون free، يعني بتطلع من سطح الخلية ولكن لازم يكون free، يعني لازم يكون مثلا حاجة زي epithelium اللي هو النسيج الطلائي اللي فاتح على اليومين، يعني فاتح على الهواء، ماشي. ما تجيش مثلا خلية موجودة في نص نسيج معين من جوه وتقول هيطلع منها سيليا، مش هيطلع منها سيليا. يعني مثلا حاجة زي connective tissue، connective tissue ده بيملأ الفراغات الموجودة جوه جسم الإنسان، زي مثلا التندونز والأوطاء والأربطة والحاجات دي كلها بتتكون من connective tissue. هل الخلايا بتاعت connective tissue دي هتتكون من سيليا؟ ما يبقاش فيها سيليا، لا ما ينفعش، هتعمل ايه السيليا ديت؟ لكن السيليا دي تبقى موجوده مثلا في الابيثيليوم اللي هو بيبقى موجود على السطح. انا ممكن احط سيليا على السطح كده فتقوم تحرك لاي حاجه معينه، وهكذا بقى، تمام. دي صوره برضو كده، يعني مثلا ادي خليه اهيت، ماشي، وطالع منها السيليا. السيليا بتبقى طالعه منين؟ من الفري سيل سيرفيس، يعني السيرفيس دوت ده مواجه لليومن بقى، مواجه لفراغ كده او تجويف، والسيليا ديت هتبدا تتحرك في التجويف دوت، ماشي. ليها طبعا اشكال مختلفه وطالعه من انسجه مختلفه، وهنتكلم عن ايه هي الانسجه اللي بيبقى فيها سيليا في الشابتر بتاع الابيثيليوم ان شاء الله، هناخده اللي هو الشابتر اللي قبل الاخير في الموديول دوت، ماشي. السايت بيقول لك زي ار بريزنت ان ذا سيليتد ابيثيليوم، يعني احد بعض انواع الابيثيليوم اللي بيبقى ليها سيليا، خصوصا في مكانين، الريسبيراتوري تراكت والجينيتال تراكت. الريسبيراتوري تراكت اللي هي القناه التنفسيه، قلت لك دلوقتي علشان لو انا دخل اي جسم غريب زي حبات رزوية، حاجه اكل او اي حاجه كده دخلت، هو الكحه تروح جايه مخرجاها تاني، او فيروس او بكتيريا. عشان كده مثلا لما حد يجي له برد تلاقيه عمال يكح، ليه؟ لان في فيروسات وفي بكتيريا داخله، فهو عمال يكح علشان يطرد الكلام ده كله، ماشي. بتبقى موجوده برده في الجينيتال تراكت اللي هي القناة التناسلية، يعني سواء عند الراجل أو عند الست بيبقى موجود سيليا، ماشي. عند الست اكتر بتبقى موجوده مثلا في حته زي قناه ثالوب، علشان تحرك البويضه، البويضه تخرج من المبيض تبدا تتحط في قناه ثالوب، السيليا او الاهداب دي تبدا تحركها كده تدفعها ناحيه الرحم علشان توصلها للرحم، تمام. طيب باللايت مايكروسكوب بنشوف السيليا ديت عامله ازاي، بنشوفها في شكل شعيرات صغيره خالص كده بالشكل ده كده. يعني بص، ادي الخليه اهيت، وادي هي ديت السيليا، يعني بص يا دوب ايه زوائد صغيره كده شبه الشعر، اللي هو عارف الناس اللي بيبقى عندها شعر خفيف خالص كده، هي ديت السيليا، بتظهر باللايت ميكروسكوب بالشكل ده كده، ماشي. زي ابير از شورت فاين هير لايك بروسيس، زوائد شبه الشعيرات كده صغيره خالص، ماشي. كل سيليا بقى لما بدأنا نكبر شويه كده ونبص على السيليا ديت والمكان اللي هي متصله فيه بالخليه، لقينا انه المكان اللي هي متصله فيه بالخليه ده بيبقى غامق شويه او بيبقى واخد الصبغه زياده شويه. بيقول لك اتش سيليوم، سيليوم ديت طبعا يعني مفرد سيليا، يعني سيليوم دي المفرد اللي هي شعرايه واحده، سيليا اللي هي الجمع بتاعها. از كونكتد ويز ا ديبلي ستيند بيزل بودي، تمام. يعني بص، هنتكلم دلوقتي في الالكترون ميكروسكوب وتركيب السيليا، هنعرف ان هي بتتكون من حاجه اسمها بيزل بودي، او بيبقى في جزء من
تركيبها كده اسمه بيزل بودي. المهم يعني باللايت ميكروسكوب لما بنيجي نبص على البيزل بودي دوت بنشوفه ديب ستين، ده بيبقى واخد الصبغه بزياده شويه، ماشي. تفصيله مش مهمه قوي يعني، ما تركزش فيها قوي، تمام. تعالى بقى نشوف الالكترو ميكروسكوب ونشوف تركيب السيليا دوت عامل ازاي. لما جينا نبص على السيليا ظهرت لنا بالشكل ده، يعني بص دي صوره كده رسمه طبعا بتوضح لنا تركيب السيليا ديت عامله ازاي. قبل اي حاجه دوت كده السيل ميمبرين، ماشي. كل التراكيب اللي موجوده تحت ديت دي بتبقى موجوده جوه السيتوبلازم بتاع الخليه، يعني ديت بتغوص جوه الخليه، وكل اللي فوق دوت ده الزوائد بقى اللي بتبقى خارجه بره الخليه، اللي هي الشعيرات اللي بتبقى خارجه بره. اتفقت معاك ان السيليا ديت هي تقريبا عباره عن شعرايه. طيب اي شعره في جسمك انت بقى مش بيبقى ليها جدر كده او ليها جذور بتبقى متثبته في الجلد وطالع منها الجزء اللي بره اللي هو اللي احنا بنشوفه دوت كشعرايه ده بالظبط، هي السيليا بالشكل ده كده. السيليا بيبقى لها جدر، ماشي، متثبت جوه الخليه او متثبت جوه السيتوبلازم، ماشي. الجدر دوت اللي هو الحته الخضراء ده، هي التركيب ده هو ده كده الجدر بتاع السيليا، بنسميه ايه؟ بنسميه بيزل بادي، ماشي. بيزل بادي يعني الجسم اللي بيبقى موجود في البيز، يعني لان هو بيبقى موجود في البيز بتاع السيليا او في موجود في اخرها من تحت، يعني سميناه البيزل بادي. البيزل بادي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنتريول. السنتريول اللي لسه قلناه في الفيديو اللي فات هو دوت سنتريول، بيكون بعض المايكرو تيبيولز. المايكرو تيبيولز دي تكبر كده وتطلع لفوق تقوم تكون لي السيليا ديت او الشافت بتاع السيليا اللي هو جسم السيليا نفسها، تمام كده. فاذا ايه هو اصل السيليا؟ هو البيزل بادي دوت. البيزل بادي دوت عباره عن سنتريول بيبقى موجود في اخر السيليا من تحت. البيزل بادي ده بقى بيتصل بيه ثلاث حاجات، حاجتين بيمسكوه من الجنب كده، ماشي، يعني لاترالي كده يشدوه لبره، وحاجه بتمسكه من تحت تشده لتحت او تثبته في الخليه من تحت، وحاجه طالعه منه من فوق. طبعا اللي طالع منه من فوق هي السيليا نفسها بقى، ماشي، اللي هو الجسم بتاع السيليا نفسها، ماشي. طيب اللي بيبقى نازل منه لتحت كده بنسميها روتليتس. روت ليتس، ماشي، اللي هي الكلمه ديت تصغير لروت. روت يعني ايه؟ يعني جدر. روت ليتس يعني جزيرات، يعني عارف اللي هو ايه، تصغير لكلمه جذور. ده بتبقى عباره عن بعض الخيوط كده تبقى شاده البيزل بودي دوت ومثبتاه في السيتوبلازم من تحت، يعني تنزل مثلا ايه، تتصل بالنيوكليوس، تتصل بالميتوكوندريا، تتصل باي حاجه، المهم ان هي بتثبته في السيتوبلازم من تحت علشان مثلا ما تتحركش، لان السيليا ديت ممكن تتخلع مثلا. يعني ايه اللي يخليها ما تتخلعش مثلا او تسيب الخليه وتمشي؟ هي الاسترايتد روت ليتس دي بتبقى شاده البيزل بودي دوت ومثبتاه تحت في النيوكلياس او مثبتاه في اي حته في السيتوبلازم بقى، ماشي. وبيبقى خارج منه حاجتين من على الجناب كده، يعني ادي البيزل بودي اهو، يبقى خارج منه شد كده خيط من هنا وخيط من هنا، ماشي. الاثنين دول بنسميهم بيزل فوت، يبقى بيزل فوت من هنا وبيزل فوت من هنا، ماشي. وبيبقى طالع منه من فوق بقى كده اللي هي السيليا نفسها، جسم السيليا نفسها اللي هو بنسميه الاكزونيم. اكزونيم او الشافت دوت اللي هو جسم السيليا نفسها. طبعا انتوا خدتوا اللونج بون، كنتوا بتاخدوا من اللونج بون دي بيبقى لها شافت اللي هو الجسم بتاع العظمه نفسها، ماشي، بيبقى لها تو اندز كده ولها شافت في النص. هي السيليا برضه منها طويله كده شبه اللونج بون، فبنسمي الجسم بتاعها دوت اللي هو الشافت، او ساعات بنسميه الاكزونيم. اكزونيم يعني شافت بس باللاتيني يعني، ماشي. تعالى بقى نشوف التراكيب ديت، الكلام اللي مكتوب عنها يعني، بس لحظة نصور دي تاني. بص كده بيقول لك ايه، اتش سيليوم اللي هي السيليا الواحدة فورمد اوف بيزل بودي، تمام، دوت الاصل بتاعها اصلا، ماشي، او بنسميه كاينيتوسوم، وهنعرف ليه بيتسمى كاينيتوسوم دلوقتي. تاني حاجة الشافت او ده اللي هو الجسم بتاع السيليا نفسها، اللي هي ده الجزء اللي احنا بنشوفه من السيليا اصلا، ماشي، او بنسميه الاكزونيم، يعني شافت هي اكزونيم. تالت حاجه اللي هي الروتليتس ديت اللي بتبقى مثبته البيزل بادي دوت في السيتوبلازم من تحت، والبيزل فود، دول الحاجتين اللي بيبقوا شادين البيزل بادي من الجنب، ماشي، وهنعرف وظيفتهم لما نوصل لهم يعني ان شاء الله. نبدا اول حاجه بالبيزل بادي او اللي بنسميه الكاينيتو سوم. ليه سميناه كاينيتو سوم؟ طيب طبعا انت عرفت كلمه سوم ديت معناها بادي، ماشي، اتكلمنا عنها قبل كده كتير، لايزوزوم، حاجات كتير اتكلمنا فيها كلمه سوم ديت يعني بادي. كاينيتو جاي من كاينيتكس اللي هي حركه، ماشي، فكاينيتو سوم يعني الجسم المحرك، لان البيزل بادي ده بيمثل الموتور بتاع السيليا، يعني السيليا ديت هي لما بتيجي تتحرك الشافت هو اللي بيتحرك، ماشي، يعني لو قلنا ادي ده الشافت او الاكزونيم بتاع السيليا وده البيزل بادي، هو الشافت دوت هو اللي انت بتشوفه بيتحرك، لكن السيليا بتتحرك عن طريق البيزل بادي، يعني البيزل بادي دوت يروح كده فيقوم جايب السيليا كده، البيزل بادي ده يجي كده يقوم جايب السيليا كده، هو يفضل رايح جاي بقى كده، دوت البيزل بادي. فعشان كده سميناه كاينيتو سوم، يعني الجسم المحرك للسيليا، ماشي. بيقول لك ان هو اصلا في تركيبه هو سنتريول، ات از سنتريول، تمام. السنتريول دوت المفروض اصلا ان هو بيبقى موجود تبع جنب النيوكليوس، يعني اتفقنا كده في الفيديو اللي فات قلنا السنتريول موجود جنب النيوكليوس او جنب كولجي، تمام. طيب السنتريول دوت بقى بيهاجر من جنب النيوكليوس ويروح جنب السيل ميمبرين علشان يطلع
السيليا ديت. It is asymptotic which has migrated يعني هاجر to near the cell surface، بيروح يقف جنب السيل سيرفس عشان يطلع السيليا ديت. And to which the cilium is anchored يعني السيليا بتبقى او السيليوم اللي هو الشافت او الاكزونيم دوت بيبقى متثبت فيها. anchored ديت يعني متثبت، ده هو بيمثل الجذر او بيمثل الاصل بتاع السيليوم، تبدا تطلع منه بقى لفوق كده يعني. ادي ادي البيزل بودي اهوت او كانيتو بلاست، تطلع السيليوم منه كده بقى ماشي تمام. الشافت بقى او الاكزونيم ده هو جسم السيليا نفسه، عايزين نشوف الاستراكشر بتاعه. فروحنا جايين واخدين فيه كات سكشن يعني، ادي بص ادي دوت الشافت او الاكزونيم اهوت ماشي، دوت السيل ممبران يعني، ده كده اخر الخليه، وده اللي خارج من الخليه، ده البيزا بودي موجود تحت اهوت، وادي الاكزونيم. عايزين نشوف الاستراكشر بتاعه، فروحنا جايين قاطعين فيه كات سكشن كده، وخدنا القطعيه ديت علشان نبص عليها. تعال هنشوفها في صوره تانيه اوضح دلوقتي، لحظه واحده بس الصوره ديت تمام. الصوره دي عباره عن ايه؟ بتمثل لي كات سكشن في الشافت او الاكزونيم بتاع السيليا. طيب السيليا ديت تركيب مدور ماشي، فبالتالي هي هتبقى زي نفس المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الفيديو اللي فات، لما قلنا التركيب بتاع المايكرو تيوبيول والتركيب بتاع السنتريول كان عباره عن جسم مدور. الجسم المدور دوت ليه اليوم الموجود في النص، ليه اليوم الموجود في النص، وليه جدار او وول كده تمام. وكنا بناخد اليوم ده بيبقى موجود فيه ايه، والجدار او الوول ده بيبقى متكون من ايه. نفس الموضوع هندرسه في في السيليا ديت تمام. هنشوف اليومن بيبقى موجود فيه ايه والجدار بيبقى موجود فيه ايه. خلينا نبدا الاول باليومن. لما جينا نبص كده لقينا في المركز في اتنين مايكرو تيوبيول واقفين جنب بعض كده يعني. ادي بص دي واحده مايكرو تيوبيول اهيت، ادي واحده مايكرو تيوبيول اهيت، وادي واحده مايكرو تيوبيول اهيت تمام. فاكر الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم في تركيب السنتريول، كنا بنقول انه كان في ثلاثه مايكرو تيوبيول بيبقوا واقفين جنب بعض ومرصوصين جنب بعض كده، وكان في تسعه منهم بيلفوا كده جنب بعض ويشكلوا الوول بتاع السنتريول تمام. كنا بنسميها ايه بقى الوحده اللي هما بتتكون من ثلاثه مايكرو تيوبيول ديت؟ كنا بنسميها تريبلت، جايه من تريبل اللي هي ثلاثه تمام. ديت بقى احنا لقينا هي واحده مايكرو تيوبيول بس واقفه لوحدها كده، فسميناها سنجلت. سنجلت جايه من سنجل يعني واحده بس، يعني هي واحده مايكرو تيوبيول بس واقفه لوحدها كده ماشي. فقال لك ادي احنا عندنا واحده سنجلت اهي وواحده سنجلت اهي، يبقى احنا كده عندنا اثنين سنجلت ماشي، او اثنين سنجل مايكرو تيوبيولز ماشي. ادي سنجلت وادي سنجلت واقفين جنب بعض في السنتر او في المركز بتاع المايكرو تيوبيول ماشي. الاثنين دول متوصلين ببعض كده بكوبري تمام. ده عباره عن بروتين بيوصل الاثنين دول ببعض، اللي هو سميناه بريدج كده او كوبري، هو بيوصل الاثنين دول ببعض ماشي. ومحوطهم من بره كده شيس، شيس يعني غلاف تمام، يعني في غلاف كده بيروح جاي لافف حواليهم من بره. يبقى احنا كده كل اللي احنا خدناه ايه، في السنتر عندنا ادي واحده مايكرو تيوبيول وادي واحده مايكرو تيوبيول، كل واحده سميناها سنجلت. ليه؟ هي واحده بس تمام. لو اتنين هنسميها دوبلت ماشي، لو تلاته هنسميها تريبلت، وهكذا بقى ماشي. فقال لك هي ايه، هي بس سنجلت مايكرو تيوبيول ماشي. ادي سنجلت وادي سنجلت، الاتنين متوصلين مع بعض ببريدج ومتحوطين ب شيس او بغلاف ماشي. الغلاف ده بيبقى ناشف شويه يعني، بيخليها ناشفه شويه تمام. طيب ده المركز بتاع السنتر بتاع او اليومن بتاع الفراغ بتاع التجويف بتاع تمام. تعال نشوف الوول بقى بيتكون من ايه. فاكر الوول بتاع السنتريول كان بيتكون من تسعه تريبلت تمام، اللي هم كانوا ثلاثه مايكرو تيوبيول ماسكين جنب بعض كده، كنا بنسميهم تريبلت، وكنا بنرص ثلاثه جنب ثلاثه جنب ثلاثه جنب ثلاثه لمده تسعه، فيشكلوا لي الوول بتاع المايكرو تيوبيول تمام. تعال بقى نشوف السيليا ديت بتتكون من ايه. قال لك بتتكون من دوبلت بس، يعني بتتكون من اثنين فقط من المايكرو تيوبول. ادي واحده اهيت مايكرو تيوبول، وادي واحده جنبها مايكرو تيوبول. الاستراكشر ده سميناه ايه؟ سميناه دوبلت، يعني ايه اثنين مايكرو تيوبول ماسكين في بعض ماشي. بيتكون من كام بقى مايكرو تيوبول؟ من كام دوبلت؟ من دوما تسعه دوبلت برضه، يعني زي السنتريول كان بيتكون من تسعه تريبلت، هنا السيليا تتكون من تسعه دوبلت بس، يعني اثنين بس ماشي. يعني ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه ادي سته سبعه ثمانيه تسعه، تسعه دوبلت اترصوا جنب بعض، راحوا جايين مشكلين لي الوول بتاع السيليا او اللي هو الجدار بتاع السيليا اللي هو الشكل ده كده تمام. اترصوا جنب بعض فشكلوا لي التشكيل ده كده ماشي. سميناهم ايه؟ سميناهم دوبلت ماشي. عايز اقول لك بقى انه الشيس اللي كان محاوط الاثنين سنجل دومت بدا يطلع منه سبايكس كده او زوائد كده ماشي، بتطلع من الشيس دوت تروح جايه ماسكه في الدوبلت ديت ماشي. طبعا عايز اقول لك انه الدوبلت دومت احنا اديناهم ارقام، يعني المايكرو تيوبيول اللي هي بتبقى قريبه من السنتر ديت سميناها المايكرو تيوبيول رقم A، واللي بعيده شويه سميناها B ماشي. فاحنا عندنا في مايكرو تيوبيول A ومايكرو تيوبيول B، هناخد الفرق ما بينهم كمان شويه ماشي.
المهم يعني عايز اقول لك انه في السنجلت في السبايك دوت اللي هو السلكي دوت بيطلع من الشيز دوت، يروح جاي مثبتها لي، مثبت لي المايكرو تيبيول ايه في السنتر او اللي هو الشيز اللي جوه دوت. ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيخليها متماسكه شويه، اصل لما تيجي تتحرك مثلا ما تلاقيش شويه دول يتحركوا هنا وشويه دول يتحركوا هنا، لا هم كلهم ماسكين في بعض ومتثبتين في بعض كويس، فبالتالي بيتحركوا كلهم في اتجاه واحد بس، تمام كده؟ دي اسمها دوبلت، ماشي؟ طيب لاحظنا برضو حاجه كده، ان كل دوبلت بتبقى متوصله مع الدوبلت اللي جنبها، يعني ادي دوبلت اهي، ماشي، وادي دوبلت اهي. الدوبلت دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ايه اللي هي القريبه ديت، وبتتكون من بي، والدوبلت دي بتتكون من ايه اهي اللي في القريبه، وبتتكون من بي. لقينا بقى ان في بروتين كده بيروح جاي ممسك لي الاي اللي هنا مع البي اللي هنا، وبعدين بروتين تاني يروح جاي ممسك لي الاي بتاع ديت مع البي بتاع ديت، وادي بروتين كمان يروح جاي ممسك لك الاي مع البي. اذا كل اي بتاع الدوبلت متوصله مع البي بتاعت الدوبلت الثانيه ببروتين كده اسمه النكزين، تمام؟ ادي البروتين اهوت اسمه نكزين او نكزين، تمام؟ اللي هو البروتين دوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين بيوصل لي الاي بالبي بتاعت الدوبلت على بعضها كده، تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده خدنا الشافت بتاع السيليا ده بيتكون من ايه؟ خلينا نبدا من جوه لبره، جينا نبص جوه خالص لقينا عباره عن ادي واحده مايكرو تيبيول وادي الثانيه مايكرو تيبيول، ماشي؟ الواحده ديت سميناها سنجلت وديت كمان سميناها سنجلت، فاذا احنا عندنا اثنين سنجلت، الاثنين سنجلت دول واقفين جنب بعض في المنتصف، بيربطهم بريدج او كوبري بيتكون من بروتين، بيحوطهم اللي هو الشيث دوت، ماشي؟ او الغلاف دوت بيحوطهم بيلفهم مع بعض كده، ماشي؟ وبعدين جينا على الوول بدانا نبص لقينا عباره عن دوبلت، يعني دوبلت يعني اتنين مايكرو تيبيول ماسكين في بعض، اللي قريبه من السنتر سميناها ايه، واللي بعيد عن السنتر شويه سميناها بي، تمام؟ الاثنين ايه وبي دول مع بعض عندنا منهم تسعه، التسعه دول اترصوا جنب بعض فشكلوا لي الشكل الدائري او الغلاف بتاع السيليا ديت. الشيس دوت بيطلع منه سبايك كده او زوائد كده تخرج تمسك الشيس بالدوبلت، يعني احنا عندنا تسعه سبايك ماسكين التسعه دوبلت دول مع بعض. وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان هم يخلوا السيليا ديت متماسكه كتركيب واحد، تتحرك كلها في حركه واحده بس، يعني هم كلهم مع بعض كده، تمام؟ طيب لقينا ان كل دوبلت متوصله مع الدوبلت اللي جنبها ببروتين اسمه النكزن، النكزن ده بيوصل الاي بالبي، الاي بالبي، الاي بالبي، تمام كده؟ تمام. تعالى كده بقى ايه نقرا الكلام، بيقول لك الشافت او الاكزونيم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجه من اثنين سنجل مايكرو تيبيولز او اللي هم بنسميهم السنجلز، اللي هم الاثنين اللي موجودين في السنتر دول، تمام؟ اللي موجودين جوه خالص، دول بيبقوا موجودين في السنتر، موجودين في المركز، اتش بينج سيركلر، هي بتبقى مدوره، ما طبيعي اي مايكرو تيبيول بتبقى مدوره، سيركلر ان كروس سكشن، يعني لما خدنا كروس سكشن لانها مدوره، تمام؟ منطقي جدا. اند بوث ار جويند توجذر، يعني هم ادي سنجل وادي سنجلت، الاثنين متوصلين ببعض، متوصلين ببعض بايه؟ بكوبري. with a bridge and are surrounded with a solid cylindrical sheath. هم متوصلين بكوبري ومحاوطهم شيس، ماشي؟ الشيس دوت بيطلع منه تسع سلندر سبوكس، سبوكس ديت اللي هي العصايه بتاعت العجله ديت، يعني لو تفتكروا شكل العجله بيبقى طالع منها سبوكس كده او اللي هي بنسميها سبايك، ماشي؟ طالع تسعه سلندر سبوكس تو ذا سب يونت اي اوف اتش دوبلت، لو تفتكر الدوبلت اللي هي كانت على الحرف بيطلع سبوك يمسك الشيس بالسب يونت اي بتاعت الدوبلت، ماشي؟ ذا سبوكس ار امبورتنت، السبوكس ديت مهمه، مهمه ليه؟ علشان بص تحول السلايدنج موفمنت بتاعت التيبيولز انتو بلندنج، يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي بص فرضا ان الدوبلت ديت بتتحرك لوحدها، ماشي، والدوبلت ده بتتحرك لوحدها، والدوبلت ده بتتحرك لوحدها، والدوبلت ده بتتحرك لوحدها، هتلاقي ان هما بيتزحلقوا على بعض، يعني دي بتروح كده ودي بتروح كده ودي بتروح في حته ثالثه ودي بتروح في حته رابعه، فهتلاقيهم بيتزحلقوا كده، كل واحده رايحه في حته لوحدها، فبنسميها سلايدنج مومنت، يعني زحلقه كده، كل واحده مش متفقين مع بعض، لكن لما كلهم يتحركوا حركه في نفس الاتجاه بنسميها بندنج اللي هي الثانيه، يعني بص لو صباع ده هو بيتكون من 20 مايكرو تيبيول جوه بعض، لو كل واحده رايحه في الاتجاه دي تبقى سلايدنج، انما كلهم لما بيتحركوا مع بعض كده يبقى بندنج، اللي هو تلاقي صباع بيتني كده، تمام؟ فبيقول لك ديت وظيفه السبوكس، هي بتمسك الدوبلتس كلها مع بعضها، فبالتالي بتحول السلايدنج موفمنت بتاعت التيوبيولز لبندنج موفمنت، كونفرت ذا سلايدنج اوف تيوبيولز انتو بندنج، ماشي؟ يعني مش مهمه قوي، يعني ما تركزش في النقطه دي قوي يعني، تمام كده؟ تمام. نيجي للنقطه اللي بعدها اللي هي بتتكون من تسع بيرز من المايكرو تيوبيولز او الدوبلتس، دول زي ما اتفقنا اللي هم ايه بيكونوا البريفري من بره، بيكونوا الوول بتاع المايكرو تيوبيول، بيبقوا سيركيولاري ارينج، بيتكونوا في شكل دائري اللي هو الوول بتاع المايكرو تيوبيول او المحيط بتاع المايكرو تيوبيول اراوند ذا بريفري، في
في المحيط بتاعها من بره. اتش بينج فورمد اوف تو سابيونتس، بتتكون من اتنين سابيونتس اللي هما اتنين مايكرو تيبيولز، واحده اسمها ايه والتانيه اسمها بي. قال لك بقى ان الاي والبي دول بيبقوا ان ايكوال ان سايز، يعني مش متماثلين في السايز. تعالى ناخد مقارنه ما بينهم كده، السب يونت ايه والسب يونت بي. تعالى بس نفتكر كده يعني تبقى متخيل، ادي كده السب يونت ايه وادي السب يونت بي، ماشي؟ ديت ايه وديت بي، مين اللي عباره عن دايره كامله اللي هي الايه، تمام؟ بص ادي دي دايره كامله، اهي البي مش دايره كامله، يعني حتى هنا الرسمه مش دقيقه قوي ان هو مكمل لك المحيط بتاع بي ديت، لا هي بي بتبقى راكبه على ايه، يعني لو ديت ايه كده فبي بتبقى راكبه عليها كده، ماشي؟ فبي ديت بتلاقيها في شكل سي كده، حرف سي، سي شيبد، مش ايه شيبد. طيب مين اكبر؟ يعني طبعا الرسمه هنا مش موضحه، لكن هتلاقي ان الايه اصغر من البي شويه، يعني تحس كده ان البي اكبر شويه من الاي. طيب مين اكبر من المنتصف او قريبه من المنتصف شويه؟ الاي، تمام. مين اللي بيتصل بالسبوكس؟ الاي برضو. تعالى نشوف المقارنه كده، بيقول لك السب يونت اي لايز نيرر ذا سيليوم اكسس، ديت الاقرب من السنتر او من المنتصف، ماشي؟ بينما السب يونت بي هي ابعد شويه، اويز فروم ذا اكسس اللي هو المنتصف او المحور يعني، ماشي؟ السب يونت اي سمولر ان سايز، اصغر شويه، السب يونت بي هي لارجر ان سايز، هي اكبر شويه، ماشي؟ السب يونت اي عباره عن كومبليت سيركل، هي دايره كامله، بينما السب يونت بي هي سي شيب ان كروس سكشن. السب يونت ايه الوول بتاعها بيتكون من 13 بروتوفيلامنت. فاكر بقى مع السب يونت ايه ديت احنا بنتكلم في مايكرو تيبيول، المايكرو تيبيول الوول بتاعها كان بيتكون من البروتوفيلامنت اللي هي كانت اسمها تيوبولين بروتين، فقال لك ان السب يونت ايه ديت بتتكون من 13 بروتوفيلامنت، بينما السب يونت بي بتتكون من 11 بس بروتوفيلامنت. وهنا انت ممكن تستغرب، هتقول لي يعني انا لسه قايل لك دلوقتي ان السب يونت ايه هي سمولر ان سايز والسب يونت بي هي لارجر، يعني بي اكبر من ايه؟ تيجي تقول لي ان السب يونت ايه بتتكون من 13 والسب يونت بي بتتكون من 11، اقول لك ايوه، ما هو السب يونت بي هي مش كامله، تمام؟ يعني السب يونت بي لو كامله كان ممكن مثلا تبقى 14 15، لكن هي مش كامله فبالتالي بقت 11 اللي هو الجزء اللي تم فقدانه منها، تمام كده؟ نبص عليهم تاني مره اخيره، ادي السب يونت ايه وادي لحظه، ادي السب يونت ايه وادي السب يونت بي. السب يونت ايه هي الاقرب للسنتر، هي الاقرب للمركز، بينما السب يونت بي هي ابعد شويه. السب يونت ايه اصغر من السب يونت بي، السب يونت ايه بتبقى دايره كامله، السب يونت بي بتبقى سي شيب، حرف سي، ماشي؟ السب يونت ايه بتتكون من 13 بروتوفيلامنت، السب يونت بي بتتكون من 11 بروتوفيلامنت بس، تمام كده؟ تمام. طيب الحته دي انت تسال فيها ازاي؟ تسال فيها ام سي كيو، ماشي؟ يقول لك مثلا which sub unit is smaller in size مثلا، فانت تختار ايه؟ يعني هيقعد يحط لك حاجات من هنا وانت تختار ايه، او يقول لك which of the following is true about sub unit A، ويحط لك ثلاث نقط بقى من هنا كده، يعني all of the following is true about sub unit A except، فهو هنا هيبقى عايز الغلط، هيحط لك ثلاث نقط من هنا كده ويبقى يروح جاي حاطط لك نقطه من هنا، فبالتالي انت تختار ديت لان انت تبقى عارف ان ديت تابع بيه، تمام كده؟ مقارنه واضحه. ويجي لك سؤال في سؤال ام سي كيو، ممكن تيجي ريتنج مثلا يقول لك قارن ما بين sub unit A و sub unit B، بس مش وارد قوي يعني، ان هي مش نقطه مهمه قوي يعني ان هو يركز عليها ويجيب لك فيها سؤال ريتنج وكده، هي الاشهر ان هي تجي لك في الام سي كيو، تمام كده؟ تمام. اخر حاجه بقى معانا اللي هي الانتر دوبلت لينكس. فاكر لما قلت لك كل دوبلت بيبقى متوصله بالدوبلت اللي جنبها، السب يونت ايه بتبقى متوصله بالسب يونت بي، هي دي بقى بيقول لك ار بريزنت ات بيريودك انترفلز لينكس، ديت يعني روابط، روابط بتمسك الاثنين دوبلت مع بعض، يعني انتر دوبلت يعني ما بين الدوبلت، ماشي؟ هي بتبقى موجوده ات بيريودك انترفلز، بيريودك انترفلز يعني مسافات متساويه، ماشي؟ اتاتشنج ذا سب يونت ايه اوف وان دوبلت تو ذا سب يونت بي، بتوصل ايه ببي، ايه ببي، ماشي؟ اوف ذا ادجاسنت دوبلت، الدوبلت اللي جنبها. زي ار ميد اوف الاستيك سبستنس، يعني ماده مطاطيه شبه الاستيك كده، نون از نيكزين، النيكزين دوت هو البروتين اللي بيوصل الدوبلتس ببعضها. نرجع بقى برضو للرسمه بتاعتنا، ادي ادي السب يونت بي وادي السب يونت ايه، وادي هو دوت النيكزين اهوت اللي بيوصل لي البي بالاي، بيوصل لي الدوبلت مع بعضها، سميناها ايه؟ انتر دوبلت لينكس، الروابط اللي ما بين الدوبلتس، ماشي كده؟ تمام. اخر حاجه بقى او الحاجه اللي قبل الاخيره هي الروتلتس. احنا اتفقنا احنا كان عندنا بيزل بودي خدناه بالتفصيل، هو اتفقنا ان هو عباره عن سنتريول ودوت اللي بيمثل الاصل بتاع السيليا، هي بتبقى متوصله بيه، ماشي؟ تاني حاجه خدنا الشافت او الاكزونيم، تالت حاجه بقى هناخد الروتلتس والبيزل فلويد. الروتلتس اتفقت معاك ان ديت الزوائد اللي بتبقى خارجه من البيزل بودي علشان توصلها او تثبتها في السيتوبلازم، ماشي؟ فبيقول لك زي اكستند فروم ذا ديب اسبيكت اوف ذا بيزل بودي، بتطلع من البيزل بودي من تحت علشان توصل بالسيتوبلازم من تحت،
ماشي، بتطلع من الديب اسبكت اوف ذا بيزر بادي انتو ذا سيتوبلازم، تغوص في السيتوبلازم بقى، توصلوا باللي تلاقيه في وشها بقى، تلاقي ميتوكوندريا تروح جايه مثبته السيليا ديت في الميتوكوندريا، تلاقي نيوكليس تثبت السيليا دي في النيوكليس، المهم ان السيليا تبقى متثبته كويس في الخليه عشان ما تتخلعش منها. ماشي، اخر حاجه البيزل فوت، البيزل فوت دوت هو عباره عن جسمين كده طالعين لاترال، يعني ادي البيزل بادي اهوت ماشي، تلاقي ان الروتليتس طالعه من تحت كده بينما البيزل فوت طالعه من الجنب. ماشي، ده الفرق الاساسي ما بينهم. It is a striated structure، يعني هو جسم مخطط كده عباره عن striated ديت، يعني مخطط عباره عن خطوط ماشي attached laterally، بنتوصل من على الجناب من على الحرف to the basal body and is one of the microtubule organizing centers. يعني هو بيمثل لك ايه microtubule organizing center، يعني هو مسؤول عن تنظيم المايكروتوبيولز اللي موجوده جوه جوه السيليا ديت ماشي، يعني هو اللي مسؤول ان هو يحط مايكرو تيبيول جنب مايكرو تيبيول، فبالتالي يعمل لك دوبلت، وبعدين يحط مايكرو تيبيول في النص فيعمل لك سنجلت، والحاجات دي كلها مسؤول عنها اللي هو البيزل فود دوت. تعال نبص بصه سريعه كده على على تركيب السيليا تاني ماشي، اللي هو الصوره ديت عشان نبقى لخصنا الدنيا. يعني احنا اتفقنا ادي عندنا الاصل في الموضوع كله كان هذا البيزل بادي، البيزل بادي ده كان عباره عن سنتريول، المفروض ان هو كان موجود قريب من النيوكليس، ولكن هو مايجريتد هاجر وراح وقف جنب السيل ميمبرين علشان يطلع منه الشافت دوت او الاكزونين بتاع السيليا. السيل البيزل بادي دوت بيطلع منه ثلاث حاجات، حاجه من تحت، حاجتين من على الجناب، حاجه من فوق. ماشي، الحاجتين من على الجناب احنا بنعتبرهم حاجه واحده لان هما نفس الحاجه، يعني الحاجه اللي من تحت اللي هي اسمها سترايتد روتلتس او اللي هي الروتلتس دي بتطلع ديبلي من البيزل بادي علشان تغوص في السيتوبلازم وتثبت السيليا ديت في السيتوبلازم من تحت. تمام، الحاجتين من على الجنب اللي هما كانوا البيزل فوق دول بيطلعوا لاترالي، لاترالي ماشي، شغلتهم ايه؟ بيشتغلوا كمايكرو تيبيول اورجنايزنج سنتر، بينظموا المايكرو تيبيولز ماشي، بينما بيطلع منه من فوق بقى الشافت او الاكزونيم بتاع السيليا نفسها. لما خدنا منه كاس سكشن شفنا التركيب بتاعه بقى اللي هو اتنين سنجلت وحواليهم تسعة دوبلت، وبعدين في انتر دوبلت لينكس والحاجات دي كلها. ماشي، عايز اوريك حاجه كده في تركيب السيليا ديت قبل ما ننقل من الحته دي. يعني احنا اتفقنا يعني خدنا التركيب كلها، ولكن عايز الفت نظرك بس لحاجه صغيره كده اللي هي اسمها داينين بروتين او داينين اكرومس. شايف الاي سب يونت ديت بيطلع منها حاجه كده اسمها داينين ارمز. الداينين ارمز ديت هي عباره عن بروتين، وظيفتها ايه؟ بشكل ما بتساهم في الحركه بتاعت السيليا ديت، يعني هي بشكل ما كده بتساهم في الحركه بتاعت السيليا. استنتج من كده ايه؟ ان في ناس ما بيكونش عندها الداينين ارمز ديت، بتكون ابسنت ماشي، لما ما يكونش عندها الداينين ارمز ديت مش هتتحرك السيليا ديت، عندهم ما بتتحركش، فبيبدا يظهر لهم بعض المشاكل بسبب ان السيليا ديت ما بتتحركش. تمام، دي نقطه هناخدها كمان شويه، ولكن حبيت ايه الفت نظرك ليها من هنا يعني عشان اول ما نوصلها تكون عارفها. ماشي، ايه هي الفانكشن بتاعه السيليا، وظيفه السيليا ايه؟ بيقول لك ان هي تركيب متحرك، بعض الشعيرات كده المتحركه، فبالتالي في بعض الانسجه بتفرز ميوكوس اللي هو المخاط على السطح. ماشي، الميوكوس ده يعني اول ما هو بيتم افرازه بيبقى كتله عامله كده. ماشي، تبدا السيليا دي تتحرك كده بقى، فتقوم تفرد الميوكوس دوت وتخليه منتشر كده. ماشي، عارف زي اللي هو ايه، لما البنت مثلا تيجي تعمل حاجه في صينيه، تعمل كيكه مثلا او تعمل اي حاجه في صينيه، معروف ان هم بيحطوا حته سمنه كده في القعر او بيحطوا شويه زيت في القعر علشان الكيكه ديت ما تلزقش في الصينيه. بعد ما بتروح جايه صبه شويه زيت في القعر كده، بتروح جايبه بتاع شبه الفرشه كده وتقعد ايه تليسه كده او تفرده في الصينيه كلها علشان يبقى منتشر في الصينيه دي كلها. هي بالظبط نفس الفكره كده، الخلايا بتبدا تفرز او بعض الغدد بتبدا تفرز الميوكس، الميوكس دوت يبقى كتله كده ماشي، شبه شويه الزيت او السمنه اللي بيتحطوا في الصينيه، وبعدين تبدا السيليا تتحرك فتقوم تفرش الميوكس دوت على النسيج كله. ماشي، دي اول حاجه بيقول لك سبريدنج اوف ثين فيلم اوف فلويد، بتفرد الفلويد دوت او اللي هو الميوكس ماشي اكروس ذا سيل سيرفيس، على سطح الخليه كلها، ثرو ذا ريزميك بيتنج. ريزميك بيتنج يعني الحركه المتناسقه بتاعتها، هي حركتها متناسقه عامله كده 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 ان وان دايركشن، يعني بتتحرك في حركه واحده بس، ما هي لو بتروح وتيجي كانت اللي ودته وهي رايحه هترجعه وهي جايه، لكن هي مثلا ايه تروح عامله كده وبعدين كده 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 ماشي، ان وان دايركشن في اتجاه واحد بس. ماشي، تاني حاجه يعني طبعا هو في وظائف كتير للسيليا زي اللي كلمتك عنها في اول الفيديو، مش عارف ليه هو ما ذكرهاش هنا، يعني زي ان هي بتساعد مثلا في الريسبيراتوري ابيثيليوم، ان هي تطرد اي فورين بادي داخل، تطرد اي بكتيريا، هي بتمثل من جزء من خط الدفاع الاول عندك اللي هو جزء من المناعه، اي حاجه غريبه داخله بتطردها، بتمثل برضو
لو في بلغم موجود عندك هي بتساعد ان هي تطرده، بتساعد في انتشار بعض الطعام، او ان هي بتحرك بعض الحاجات في الجسم برضو جوه، يعني مش عايزين في تفاصيل قوي، بتساعد في حركة البويضة والسبيرمز والحاجات دي كلها في جسم الانسان. فبالتالي يعني مش عارف ليه هو ما ذكرش الكلام ده كله، بيقول لك ان هي سبريدنج اوف ثين فيلم اوف فلويد، يعني في حين دي وظيفه يعتبر ثانويه اصلا. ماشي. تاني حاجه بقى اللي هو ذكرها لك هنا، بيقول لك سيليا ار موديفايد تو ريسيف ستيمولاي. يعني عايز اقول لك انه بعض الاعضاء اللي عندك زي العين مثلا، الريسبتور اللي موجود فيها اللي هو وظيفته ان هو يشوف الضوء بيكون متكون من سيليا. ماشي. زي هو هنا اداك مثال اللي هو قالك الرودز والكونز. الرودز والكونز ديت هي الخلايا اللي موجوده في عينك اللي مسؤوله عن الرؤيه، تمام؟ يعني دي الخلايا المسؤوله ان هي تلتقط الضوء. الرودز ديت مسؤوله عن الرؤيه بالابيض والاسود، يعني بتشوف اللون الابيض واللون الاسود بس. الكونز ديت مسؤوله عن الرؤيه بالالوان، بتشوف بقيه الالوان بقى. ماشي. الرودز والكونز ديت هي عباره عن خلايا طالع منها سيليا في الاخر. السيليا ديت هي وظيفتها ان هي تلقط الضوء، وبعدين يحصل بعض التفاعلات في الخليه ديت بقى، التفاعلات ديت تترجم لكهرباء في الاخر. يعني الرودز والكونز هي عباره عن خليه فيها من فوق سيليا، السيليا ديت بتلقط الضوء، يحصل بعض التفاعلات في الخليه من تحت، تروح جايه مطلعه كهرباء من تحت. ماشي. الكهرباء ديت تروح للاعصاب بقى، فيقرا ان هو كده في رؤيه وفي حاجات كده يعني. تمام. ديت اللي هي الرودز والكونز. تاني حاجه اللي اسمها اولفاكتوري ابيثيليوم. اولفاكتوري معناها حاجه لها علاقه بالشم. ماشي. فاولفاكتوري ابيثيليوم يعني النسيج الطلائي اللي موجود جوه المناخير عندك اللي مسؤول عن الشم. برضو عايز اقول لك ان الخليه اللي مسؤوله عن الشم عندك اللي هي تلقط الروائح بتتكون من سيليا، او هي فيها سيليا. ماشي. فبيقول لك ان في بعض السيليا بتبقى بيحصل عليها بعض التعديلات كده عشان تقدر تلقط الاستيميلاي. الاستيميلاي ديت هي ممكن تكون سقوط الضوء على عينك مثلا، فانت تبدا تشوف، او ريحه معينه انت تبدا تشمها، وهكذا. عايز اقول لك برضو ان انت بتسمع عن طريق السيليا ديت، يعني الخلايا اللي موجوده في ودنك ومسؤوله ان هي تلقط السمع برضو بتتكون من خليه من سيليا. ماشي. عايز اقول لك ان بعض الخلايا اللي مسؤوله عن الاتزان، ان هو انت تبقى حاسس بالاتزان كده، مش حاسس مثلا انك مميل كده او مميل كده، برضو بتعتمد على السيليا. فبالتالي هي بتمثل بعض الريسبتورز اللي هي وظيفتها ان هي تلقط بعض التأثيرات وتحولها لاشارات عصبيه. الاشارات العصبيه ديت مخك يقدر يفهمها ويقدر يقراها. ماشي. الفانكشن بتاعت السيليا تقدر تجي لك في سؤال ريتن. ماشي. سؤال اي سي يقول لك انيوميريت فانكشنز اوف سيليا، واعتقد ان الداتا الجديده هينزل فيها زيادات عن الكلام ده، لان انا مش مقتنع بالحاجتين اللي هو حاططهم دول. يعني في اهميات اكتر للسيليا زي ما اتكلمنا عنها برضو. ماشي. ممكن برضو يجي لك سؤال ريتن يقول لك انيوميريت الكومبوننتس اوف سيليا باي الكترون مايكروسكوب، فانت تقول له ان هي مثلا بتتكون من بيزل بودي، وبتتكون من شافت او اكزونيم، وبتتكون من روتلس، وبتتكون من بيزل فوت. ماشي. طيب ملحوظه صغيره بقى اللي هي النقطه اللي انا كنت كلمتك عنها، اللي هو بعض الناس اللي بيبقوا مولودين ما عندهمش الداينين ارمز اللي موجوده في السيليا. هم دول ناس بيبقى عندهم الجين اللي بيصنع الداينين دوت بايظ. ما هو الداينين ده بروتين، بروتين يبقى لازمه جين موجود في الدي ان ايه. الجين اللي موجود في الدي ان ايه دوت هو اللي هيصنع الداينين دوت. ماشي. اذا الناس دي بتبقى عندها مشكله بقى في الداينين دوت، الجين ده بايظ. ماشي. فهو مولود من غير جين، يبقى مش هيكون البروتين، وبالتالي السيليا اللي هتتكون في جسمه هتتكون من غير الداينين دوت. قلت لك ان الداينين دوت بصوره ما كده بيساهم في الحركه بتاعت السيليا. اذا لما هو ما يبقاش عنده داينين، يبقى هو هيبقى عنده سيليا بس السيليا دي ما بتتحركش. ماشي. فبالتالي اكنها مش موجوده، يعني هو هيفقد الوظيفه بتاعت السيليا. ماشي. هيفقد الوظيفه بتاعت السيليا دي، هيجي له حاجه كده اسمها كارتيجنر سيندروم. ده اسم المتلازمه، يعني هو هيجي له متلازمه اسمها متلازمه كارتيجنر، ده العالم اللي اكتشفها هي اسمها كده يعني. ماشي. بيقول لك ايه ابسنس اوف داينين ارمز. ماشي. غياب الداينين دوت ان سام امبورن ديزيزز، يعني هو مرض هو مولود بيه اللي هو زي تشابه خلق كده، ليدز تو اموتايل سيليا، السيليا ما بتتحركش. ماشي. زي في حاله كارتيجنر سيندروم. كارتيجنر سيندروم ده بيبقى اعراضه ايه بقى؟ اول حاجه بيبقى عنده ساينوسايتس. يعني ايه ساينوسايتس؟ عايز اقول لك ان في حاجه اسمها ساينس. ساينس ديت معناها جيب في العموم كده، معناها جيب. تمام. لما اقول لك ساينس واسكت، فدي معناها الجيوب الانفيه. في الناس اللي بيبقى عندها جيوب انفيه بتبقى موجوده هنا كده، وموجوده هنا، وموجوده في اماكن كتير يعني. ماشي. اللي هي الجيوب الانفيه ديت، الجيوب الانفيه ديت بيتم فيها افراز بعض الميوكس، والمفروض ان انت عندك سيليا موجوده بتبدا تخرج الميوكس دوت، تطرده ويقوم ينزل مع المناخير، او يتم التخلص منه، يعني بيرجع لورا ويتم التخلص منه برضه. ده طبيعي. يعني عايز اقول لك جسم الانسان تقريبا بيبلع حوالي نص لتر او واحد او 1 لتر، يعني مش فاكر الرقم بالظبط، من الميوكس اللي هو المخاط اللي بيبقى في المناخير دوت. الميوكس ده بيبدا ينزل من مناخيرك لما تزيد كميته عن الحد المسموح به في حالات البرد مثلا. ماشي. فهو دلوقتي عنده السيليا ما بتتحركش، فبالتالي الميوكس ده هيفضل واقف في المكان اللي هو تم افرازه فيه، مش هينتشر ولا هيتم التخلص منه ولا اي حاجه. فيبدا يحصل ان البكتيريا تبدا تنمو على الميوكس دوت، ويجي له ساينوسايتس. ساينوسايتس يعني التهاب في الجيوب الانفيه. ده بيبقى عنده ساينوسايتس على طول بقى، التهاب في الجيوب الانفيه على طول. طبعا مش معنى مثلا ان في بعض الناس اللي بيبقى عندها التهاب في الجيوب الانفيه، او هي بتبقى معروف ان هي عندها التهاب في الجيوب الانفيه، ان هي ديت عندها كارتيجنال والكلام ده، لا طبعا. ماشي.
اول حاجه بتظهر له اللي هي ساينوسايتس، تاني حاجه اسمها برونكي اكزيس. برونكي اكزيس ده مرض هتاخدوه في مديول الريسبيراتوري ان شاء الله في الجهاز التنفسي. برونكي ديت اللي هي برونكاي، اللي هي القصبات القصيبات الهوائيه اللي بتبقى موجوده تحت ديت، يعني دي كده اللي هي اسمها التراكيه او القصبه الهوائيه الكبيره، بيبدا يتفرع منها برونكاي بقى اللي هي بتبدا تنتشر جوه ال جوه ال اسمها ايه ديت اللنج. تمام. بعض المدخنين اللي هم بيشربوا سجاير على طول بيبقى عندهم التهاب دائم في البرونكاي ديت، هو كل ما يشرب سجاير او شيشه او اي حاجه من ديت تقعد تعمل له التهابات جوه البرونكاي ديت، مع الوقت بيحصل اتساع للبرونكاي ديت، يعني بتبدا الاستراكشر بتاعها يبوظ وبتبقى متسعه كده، ديت اللي هي اسمها برونكي اكزيز. طبعا التي ديت سايلنت، يعني ما تقولهاش برونكي اكتيزز، لا هي اسمها برونكي اكزيز. تمام. البرونكي اكزيز معناها اتساع في البرونكاي بسبب بعض الالتهابات المزمنه اللي بتفضل فيها لفترات طويله جدا. طيب، بنفس ميكانيزم الساينوسايتس اللي هو عنده ميوكاس واقف، الميوكاس اللي واقف دوت ومفيش سيليا بتحركه، بدا يكبر عليه بكتيريا والبكتيريا ديت عملت التهاب، هيبقى عنده برضو التهاب في البرونكاي. ما هي البرونكاي هي شبه السيليا، شبه الساينوس بالظبط، او اللي هي الجيوب الانفيه بالظبط. ماشي. فبالتالي التهاب مزمن مستمر في البرونكاي هيسبب ان هو ينتهي في الاخر بكلمه برونكي اكزيز ديت. يهمني بس ان انت تعرف اسمها، يعني التفاصيل دي كلها بقى تبقى تاخدها في الريسبيراتور ان شاء الله. تمام. برضو في حاجه كده، اثناء التكوين الجنيني الاعضاء ما بتتكونش في مكانها، يعني دلوقتي انا عندي القلب بتاعي مثلا موجود هنا كده، لا هو اثناء التكوين الجنيني ما بيبقاش موجود هنا، بيبقى موجود في مكان تاني، وبعدين بيحصل ان العضو ده بيبدا يهاجر من المكان اللي هو فيه دوت ويروح في مكان تاني. عندي مثلا التستس بتاعتي اللي هي الخصيه تبدا تتكون جنب العمود الفقري هنا كده، يعني في الظهر هنا كده، ماشي، في المنطقه دي كده بس من ورا شويه. تمام. وبعدين بتبدا تنزل تتحرك كده اثناء التكوين الجنيني، وتبدا تنزل لحد ما تبقى موجوده في كيس الصفن بتاعها تحت، يعني فاورجنز كتير ما بتتكونش في المكان بتاعها. طيب، في بعض الاورجنز بقى عشان تهاجر من المكان اللي هي اتكونت فيه وتروح لمكان تاني بتحتاج السيليا ديت انها تتحرك، السيليا ديت تقعد تحركها كده زي ما بتحرك البويضه وتوديها للمكان بتاعها. تمام. طيب، الناس ديت ما عندهاش ما عندهاش سيليا، يعني السيليا بتاعتها ما بتتحركش، اذا بعض الاعضاء مش هتهاجر فتبقى موجوده في مكان مش المكان بتاعها. تمام. علشان كده بيبقى عنده مثلا حاجه اسمها ديكسترو كارديا، كارديا ديت جايه من كارديو اللي هي قلب، وديكسترا او ديكسترون جايه من يمين، يعني ديكسترو ديت معناها يمين، فديكستروكارديا يعني القلب بتاعه بيبقى مايل ناحيه اليمين شويه. طبعا احنا عارفين كلنا القلب بتاعنا بيبقى موجود في النص كده، ولكن بيبقى مايل ناحيه الشمال شويه كده. تمام. لا هو عنده بيبقى القلب بتاعه معكوس، يعني رايح ناحيه اليمين كده، بدل ما القلب الطبيعي بيبقى عامل كده، لا هو بيبقى عنده القلب عامل كده كده، عامل كده. ديت اسمها ايه؟ ديكستروكارديا، بسبب ان السيليا عنده ما بتتحركش. تمام. او بيبقى عنده حاجه كده اسمها سايتس انفرسس توتاليز. ماشي. توتاليز يعني كل، سايتس يعني مكان، انفرسس يعني معكوس، سايتس انفرسس توتاليس كل الاعضاء في جسمه بيبقى مكانها معكوس. قلت لك ديكستروكارديا القلب بدل ما هو رايح شمال شويه بيبقى رايح يمين شويه، ده بقى بيبقى عنده كل الاعضاء مكانها معكوس. يعني مثلا الليفر اللي هو الكبد، الليفر بيبقى موجود هنا كده، موجود فين؟ موجود هنا. تمام. ناحيه اليمين. الليفر عنده تلاقيه موجود ناحيه الشمال. حاجه تانيه زي السبلين اللي هو الطحال، المفروض الطحال بيبقى موجود الشمال، تلاقي الطحال بقى موجود اليمين، يعني بدل ما الليفر يمين تلاقيه شمال، والطحال يمين تلاقيه الطحال شمال تلاقيه يمين. تمام. المعده مثلا، المعده بتبقى موجوده تحت الطحال ناحيه الشمال برضه، تلاقيها راحت ناحيه اليمين، وهكذا بقى كل الاعضاء في جسمه بتتعكس. ماشي. ديت اللي هي حاله اسمها سايتس انفرسس توتاليس. يبقى هو ممكن يتولد يا اما ديكستروكارديا بس، يا اما عنده سايتس انفرسس توتاليس، يعني كل الاعضاء مكانها معكوس، وبيبقى عنده ميل انفلترتي، يعني ما بيخلفش، الراجل ما بيخلفش، بسبب طبعا انه السيليا بتبقى مسؤوله عن حركه السبيرمز في التراكت اللي هي اليوروجينتال تراكت، او اللي هي القناه التناسليه بتاعه الانسان، بتاعه الراجل يعني. فبالتالي هو مفيش سيليا بتتحرك، فبالتالي مفيش حيوانات منويه هتطلع من عنده، مفيش ايجاكيوليشن، مش هيطلع حيوانات منويه، فبالتالي مفيش، مش هيخلف. ماشي. ميل انفلترتي. تمام كده. الكارتيجنال سندروم ده غالبا هي بتبقى عنوان سي بي ال، بعنوان ايموتال سيليا او كارتيجنال سندروم، فغالبا بيكون هو الكلمتين دول بس. لما تنزل ان شاء الله الداتا لو لقيت في زيادات هبقى اسجلها في فيديو كمان لوحدها، وممكن نبقى نقرا الكيس مع بعض ان شاء الله يعني. ماشي. لكن هي دي الفكره بتاعتها يعني. ناخد نبذه بسيطه بقى عن الفلاجيلا. ايه هي الفلاجيلا؟ الفلاجيلا هي عباره عن سيليا ولكن طويله وكبيره شويه، يعني عضو محترم كده. ماشي. السيليا دي بتبقى موجوده بشكل كبير جدا، يعني زي ما ممكن خليه موجوده اهي بالشكل ده كده، يبقى طالع منها سيليات كتير كده، كتير كتير كتير. انما الفلاجيلا دي بتبقى سيلياية واحده كده ولكن كبيره وتخينه. ماشي. يبقى بتبقى واحده وكبيره وتخينه. ماشي. الفلاجيلا زي ريزيمبل ذا سيليا، هي نفسها يعتبر السيليا بات ار راذر لونجر، هي بتبقى اكبر اند يوجوالي سنجل، بتبقى واحده بس مش كتير. ان ذا تيل اوف سبرماتوزوا، يعني بتبقى موجوده مثلا في التيل بتاع السبرماتوزوا اللي هو الحيوان المنوي، هي التركيب اللي في الاخر دوت هو الفلاجيلا. يعني لو تخيلنا ان دوت مثلا
سبرماتوزوا حيوان منوي، فهي ديت الفلاجيل. طبعا ده مش سبرماتوزوا، ده كائن فطري كده اللي بتاخدوها. يعني الفلاجيل بتبقى مشهوره اكتر في الفطريات وفي بعض انواع البكتيريا وفي الحاجات دي كلها، ماشي. بيقول لك بقى ان الفلاجيل ديت وظيفتها ان هي بتبقى وسيله الحركه بالنسبه للكائن دوت. يعني لو دي بكتيريا مثلا او فطر او اي حاجه كده، فهي هو بيتحرك عن طريق الفلاجيلا دي. الفلاجيلا دي بتتحرك حاجه اسمها undulating movement او الحركه الموجيه، عن طريق ان هي تقعد تطلع وتنزل كده، تطلع وتنزل، فبالتالي تخلي الكائن ده يتحرك لفوق اللي قدام كده. يعني دي بنسميها undulating movement، هي تقعد تعمل كده ماشي، شبه حركه التعبان كده بس بتبقى لفوق لتحت، ماشي تمام. بيقول لك they are used for movement، بتستخدم في الحركة through exhibition of an undulating motion. undulating motion يعني اللي هي الحركة الموجية، بتقعد تعمل كده فتبدأ تتحرك لقدام، resulting from propagation of successive waves. يعني هي بتعمل موجات، الموجات دي بتتقدم لقدام، propagation معناها تقدم، ماشي. of bending from the base to the tip، يعني بص هو بيحاول يفسر لك الحركة دي بتتم ازاي، مش مهم خالص يعني، شخبط لي السطر ده كده، ده كلام فيزياء بقى اللي هو ايه. والله بص هو بيعمل ويفز، سكسيسيف ويفز، فالويفز ديت بتسبب التانيات، بتطلع من البيز لحد الايبكس فتعمل بروباجيشن، تقاطع، كلام فاضي ما تركزش فيه يعني. المهم تعرف ان الفلاجيلا ديت هي زيها زي السيليا بس هي اطول وبتكون سنجل، بتستخدم للموفمنت، بتبقى موجوده في التيل اوف سبرماتوزوا. ده الكلام اللي انا عايزك تعرفه عن الفلاجيلا. الحمد لله خلصنا، والسلام عليكم.